رواية أنتي خريستوس للدكتور أحمد خالد مصطفى. لقد أصبحنا وحدنا أخيرا أنا وأنت. أخيرا انفردت بك وصرت أملكك وأملك عينيك في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي وتقرأ فيها سطوري. خريستوس أو غيره من الكتب اللي عصير كتب بتصدرها تعتبر في مجال الرواية، الرواية فن، لو كان في بعض الحقائق مبنى عليها القصة ففي النهاية القصة كلها مش شرط تكون حقيقية، تمام؟ الهدف من الرواية التشويق والمتعة، ده في المقام الأول، فمش شرط تكون كل الأحداث الموجودة في الرواية حقيقية. ممكن يعني يكون أنت خريستوس خد شهرة إنه فتح للناس مجالات إن هم يبدأوا يقروا في التاريخ ويشوفوا التاريخ بتاعهم كان فيه إيه، بداية من هاروت وماروت. هم ممكن تكون في حاجتين كويسين اتجمعوا مع بعض، أحمد خالد مصطفى كاتب كويس جدا، عصير كتب دار كويسة جدا، عندها كتب تانية غير أنتي خريستوس، في كتب كتير أكثر مبيعا، إذا كان الكتاب أكثر مبيعا هنا في المغرب ففي كتب تانية أكثر مبيعا في بلدان تانية يعني. الاتنين كويسين، يعني عصير الكتب كويس جدا، أحمد خالد مصطفى كاتب ممتاز، ممكن يكون أكثر من رائع في مجاله في الوقت الحالي، بس يعني ده كويس وده كويس فعمل حاجة كويسة.